هي بداية بعتبرها ناجحة جدا. دي تاني خطوة بعد الاجتماع اللي حصل في القرعة يوم السبت. فيه اجتماع مهم جدا جدا خاص بالاحتراف في الأندية واستثمار وتفعيل معايير تراخيص الأندية والتحليل الأداء الفني. دي ورشتين عملوا ورا بعض بينهم بريك بعد الأندية. واتمنى برضو ان تكونوا موجودين معانا. امتى الدوري ده؟ امتى من أول الدوري؟ هنلحق هنقدر. في إرادة من الدولة، في إرادة من أعلى مستوى في الدولة بإفراح الجماهير وإسعاد الجماهير إنها تبقى موجودة في المدرجات. في رغبة من الوزيرين محترمين بيكملوا شغل وزيرين سابقين اللواء مجدي عبد الغفار ومهندس خالد عبد العزيز والدكتور أشرف صبحي واللواء معالي اللواء محمود توفيق، عايزين يكملوا ويرجعوا الجماهير. اللي حصل في كاس مصر الجماهير هيرجع ولا مش هيرجع؟ الجماهير رجع أصلا في كاس مصر. الجماهير رجع واشتغلنا نهائي كاس ب 10000 متفرج، وكان ناديين جمهور ناديين. الماتش النهائي لسموحه وزي ما فزت على استاد اسكندريه، على استاد برج العرب اسف، في برج العرب. فاذا الموضوع موضوع، لكن هنرجع نقول تاني لا يخش وما يخش، نبقى جاهزين. احنا جاهزين، جاهزين بنسبه قد ايه؟ 70%. طب هندخل 70% من الجمهور؟ لا بندخل 15%. طب بندخل الجمهورين؟ لا بندخل جمهور وسايبين جمهور. يعني دي بدايه انا شايفها يعني ضعيفة جدا وجميلة جدا في نفس الوقت، ان احنا قانعين ان احنا اقل من الايه من مستويات الدنوية. ربنا يوفقك ان شاء الله. تختلف خالص، احنا جايين النهارده نكمل. هو دخل ببطاقته الاتحاد كجاهز، هيخش ببطاقته بطاقة مدتها موسم واحد. الموسم الجاي حب الاتحاد يبقى بطاقة عامة. خلينا اكلمك بمنتهى الامانة، تجربة ان كل واحد يطلع حاجة لوحده عمرها ما بتنجح حاجة. احنا لسه بنعاني دلوقتي من البث الفردي والجماعي والرابطه تعمل ايه ومشاكل الموجوده وعدم مفيش والبركه والشغل كله مع العمل الجماعي. الاهلي النهارده طلع رابطته، الانديه الثانيه هنطلعها انا الرابطه او هنعمل رابطه ونادي خش، ولا تفرق ولا ده الموضوع موضوع خلافي ابدا. عايزين نقول ان الاهلي كله كان نبي يبيعه ويسوق بيه، خد حقه 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 انه ياخد فلوسه ونستعين بيه، وحقنا احنا كاتحاد مصر لكرة القدم. هتاخد انت نسبه مش هتاخد، مش ده الموضوع خالص. الموضوع عايزين ننجح الموضوع في الجمهور، الجمهور يطلع بالظبط كده بسرعه. الانديه هتبدا تسجل اسماء بتاع اتحاد الكوره ويطلع الكارنيه. الاتحاد ما عنديش مانع خالص ان احنا انديه ونعرض على الكابتن هاني ونعرض على الناس، ما عندناش اي مانع. بالعكس في مرونه عاديه. الدور اللي نيجي لغايه عندنا النهارده ويحضر بهذا التمثيل العالي جدا رئيس اللجنه مهندس خالد ومدير التنفيذي كمان يجي معاه، ده روح جميله جدا بشكره عاديه وبشكر كل الانديه اللي حضرت. وانا عارف ان الانديه اللي ما جاتش 7-8 انديه ما جوش، انا عارف ان الوقت كان ضيق. احنا دعينا في وقت سموحه جت، احنا جالنا حوالي 10 انديه، في 8 ما جوش، انديه بتروجيت وامبي و لازم يبقى في اتصال مباشر معاهم. والانديه الصاعده ما جاتش، انديه الجيش جه، الحرس جه، سموحه وصلت حضرت، ها والمقصه حصل، يعني حوالي 12 نادي. ان شاء الله الباقي يكون يوم السبت.